بما ان احنا بنتكلم على الاقصر يبقى ما ينفعش ابدا ما نتكلمش على مهرجان الاقصر للسينما الافريقيه. مشروع جديد خلال الدوره رقم 11. ايه المشاريع الجديده يا ترى التي يخبئها لنا مهرجان الاقصر للسينما الافريقيه؟ انا حظي حلو ان دي تاني مره اتكلم على هذا المهرجان. بيحمل اسم فاكتوري، صح كده يا اولاد؟ فاكتوري، فاكتوري اي المصنع. تحدث الانجليزيه بدون معلم. طيب اسم فاكتوري معمول ليه بقى؟ او الشعار ده علشان دعم المخرجات من افريقيا ومنطقة الشرق الأوسط بطبيعة الحال، إدراكا من إدارة المهرجان بأهمية تسليط الضوء على دور ودعم صانعات الأفلام السينمائية في المنطقة، التحديات في إخراج الأفلام الطويلة والتحدي الشديد. اسألنا أنا فيها دي بقى، التحدي الشديد والصعب في الأفلام التسجيلية. الأفلام التسجيلية أو الأفلام الوثائقية دي يا جماعة حاجة شديدة الصعوبة، شديدة الصعوبة، شديدة الصعوبة لأسباب كتير جدا. يعني منها أولا أنها بتبقى تكلفتها كبيرة، ما هيش صغيرة على الإطلاق، على الإطلاق. وأحيانا تتعدى ميزانية الأفلام الوثائقية أو التسجيلية زي ما كنا نسميها زمان، بتتعدى الميزانيات بتاعة الأفلام الروائية اللي حضراتكم عارفينها، الفيتشر موفيز دي. التحدي التاني مش بقى الميزانية كمان، التحدي هي آليات التنفيذ بتاعة الفيلم. إذا كنت بتعمل فيلم وثائقي تاريخي، بتعمل فيلم وثائقي وايلد عن الطبيعة، بتعمل فيلم وثائقي سياسي، بتعمل فيلم وثائقي اجتماعي، التحديات بتاعته بتبقى صعبة جدا في آلات التنفيذ، لأنك أنت بتتحرك كتير وبتصور كتير وبتلف في مناطق كتير، سواء إذا كانت مناطق محلية أو هتضطر تخرج بره النطاق المحلي ومثلا تعمل فيلم مثلا عن المرأة في إفريقيا مثلا، صانعات الغذاء مثلا على سبيل المثال مثلا يعني، وهكذا السيدات العاملات في افريقيا وهكذا يعني، هتضطر هنا تلف في كذا بلد وفي كذا دوله واكثر من اقليم و و و وحاجات زي كده. وفي بعض الاحوال بتبقى فيها كمان تحديات امنيه اذا كنت بتشتغل على فيلم متعلق بشيء ما سياسي، واحيانا بتبقى مساله التامين اذا كنت بتعمل فيلم زي ما كنت بقول لكم وايلد، يعني بتنزل بقى في الغابات والاحراش وما الى ذلك. افلام وثائقيه شديده الصعوبه. يفضل التحدي الثالث هي فكره الصنعة الإخراجية، إزاي تقدر توصل فكرة الفيلم وفلسفته في خلال، والفيلم الوثائقي هنا يعني ممكن يبقى قصير جدا، حاجة 5-6 دقايق، ممكن يبقى حاجة ربع ساعة، 40 دقيقة، ساعة ونص. وفي بعض الوثائقيات اللي هي بتبقى مسلسلة فتلاقيه مستمر معاك مثلا 40 و50 حلقة، بتبقى مدة الحلقة تقريبا من ربع ساعة 15 دقيقة ل21 دقيقة. انت متخيل كم التحديات؟ طيب هذه الدورة أو هذا المهرجان في الدورة 11 بيدعم من 7 ل9 مشاريع من الأفلام الطويلة والتطوير والتدريب والدعم النفسي والمعنوي لمخرجاتنا الشابات دول، من خلال الاستعانة بقى بخبرة من أوروبا وأمريكا، بالإضافة للاستفادة من خبرات مخرجين ومخرجات شاركوا في المشروع لتعزيز الإحساس بالأمان والثقة بالنفس من خلال الورش اللي اتعملت مخصوص لهذا الغرض. وعايز أقولك إنه إحنا في إفريقيا وفي الشرق الأوسط عندنا مخرجين وثائقيات ولا أجمل ولا أعظم ولا أبدع ولا أروع، وينافسوا بمنتهى القوة والشدة والبأس المخرجين بتوع أوروبا وأمريكا، وأنا أقدر أقول لك سلسلة أسامي إذا حبيت. خلونا ناخد معانا على التليفون أستاذ سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر للسينما. أهلا أهلا أهلا. أهلا بيك، أهلا بيك أستاذ يوسف. إزاي الصحة؟ كله تمام؟ الحمد لله تمام، نحمد ربنا. طبعا إحنا نهنيكم على الدورة الحالية من المهرجان، وهنيك أكتر على مسألة فاكتوري ودعم صانعات السينما في إفريقيا. الحقيقه الفاكتوري فكره يعني مهمه، لانه المخرجه الشابه في افريقيا زي ما انت تفضلت وقلت بتلاقي صعوبات شديده انها تعمل في المها الاول لو قصير، فما بالنا لو احنا عايزين نشتغل على تسجيلي طويل. والسينما التسجيليه فعلا متقدمه في افريقيا، ولكن بيبقى في عبء شويه على فتاه بتبحث عن في المها الاول. فمهرجان الاقصر للسينما الافريقيه في دورته ال11
من 4 الى 10 مارس بيشتغل على الملف ده لمده 3 سنوات، ان احنا نقدر نجيب الخبراء من افريقيا ومن اوروبا ومن امريكا لعمل ورش للوصول بالمخرجات الى افضل امكانيه لبدء مشروعها التسجيلي الطويل الاول. حلو جدا، التسجيلي الطويل. لانه يعني ممكن تقدر تتجاوز القصير، بتبقى التجربه يعني اسهل شويه. التسجيل الطويل فيه معاناه شديده في الحصول على تمويل، في القدره على اداره السكريبت، على اللوكيشنز، على كذا، فبيبقى فيه صعوبات شديده للفتاه الافريقيه المخرجه الافريقيه لانها تحقق تجربتها التسجيليه الطويله. فمهرجان الاقصر جزء من دوره هو تطوير صناع السينما. عندنا ورشه كمان للافلام القصيره كان عملها خيري بشاره وعملها هايلي كيما وعملها سعد هنداوي، دي طلع منها اجيال دلوقتي في العشر سنين اللي فاتوا خدوا جوائز من برلين، وهم بداوا يتعلموا صناعه الفيلم القصير في مصر هنا في الاقصر، وعملوا مشاريعهم الاولى القصيره العشر دقائق وعرضت في الاقصر. طب هل بشكل او باخر ممكن ان احنا بنساعدهم في ازاي يقدروا يجيبوا فند للفيلم او تمويل للفيلم بشكل او باخر، نساعدهم على تسويق الفيلم بعرضه في منصات مختلفه، المنصات الرقميه الى اخره؟ ده جزء مهم جدا. طبعا جزء مهم في فاكتوري، انه ازاي تقدر تجيب تمويل، وازاي كمان مهرجان الاقصر بشكل او باخر يوفر بعض اللوجستيات او بعض الدعم المالي القليل، لان احنا برضو ميزانيتنا كمهرجان يعني في دعم من الدوله بنسبه 40% والباقي بيبقى من القطاع الخاص والمجتمع المدني، فبيبقى في مفيش يعني وفره، بس بنساعد. احنا ساعدنا في فيلم ستموت في العشرين، وفيلم خد جوائز من برلين وخد جوائز من الجونه ومن غيره. حلو. فبنحاول حتى لو اللي بندفعه في الاول قليل، ولكنه بيقدر يدفع التجربه لقدام ان هم يلاقوا شركاء ويكملوا. طبعا. هل نقدر نساعدهم في مساله تسويق عرض الفيلم على منصات شبكات تلفزيونيه الى اخره؟ احنا المهرجان بيحاول في الفتره اللي جايه بعد ما عرف ايه، يعني انت بتحط ايدك على مشكله من اكبر مشاكل الفيلم الافريقي، مش بس التسجيلي. الفيلم الافريقي بشكل عام عنده مشاكل في منافذ العروض، في دور العرض السينمائيه، في المنصات. فاحنا في ملتقى حوالين يعني اعاده النظر في تسويق الفيلم الافريقي، ولانه انت لو بعت فيلمك وقدرت تسوقه كويس تقدر تعمل الفيلم اللي بعديه. طبعا نشتغل على الملف دوت، وفي جزء من المهرجان نشتغل على عوده التصوير الاجنبي في مصر. وده ملف شائك جدا، لانه بدات بعض الدول المجاوره يبقى عندها تسهيلات كبيره جدا في استضافه الافلام العالميه للتصوير في بلادها، وعندهم الفيلم كوميشن يدفع من 20 ل 40% من اللي صرفوا الفيلم بياخدوه وهم مسافرين الجهه اللي انتجت الفيلم. فشوف قد ايه الدول بتحاول تساعد في انه تجتذب التصوير الاجنبي. احنا مصر عندنا لوكيشنز مختلفه، عندنا تاريخ كبير، عندنا اثار، عندنا تنوع غير عادي، وبعد عننا الملف ده كتير. لازم يرجع، ورجوعه مرتبط ببعض التسهيلات الاجراءات وليس اكثر. يعني في دول بتعمل ديكور لابو الهول او للاهرامات عشان يتصور فيلم اجنبي بيدور في مصر في دوله عربيه اخرى. طب ما يتصور عندي. ده انا اللي عندي الاصل. المهرجان الاقصر في الدوره ال 11 بنشتغل على لانه احنا بنشتغل السنه دي على المصطلح الاعم للمهرجان او المقوله الرئيسيه هي اعاده اكتشاف مصر. احنا عندنا شيء عظيم جدا مش موجود في دول كتير جدا في افريقيا، فاحنا بنشتغل على اعاده اكتشاف مصر. وكمان عندنا مرور 100 سنه على مقبرة توت عنخ آمون، ده هنحتفي بيه، وده جزء برضو من فكرة ان احنا نفكر العالم بحجم اللي موجود عندنا. في 200 سنة على حجر رشيد وفك رموزه برضو في 2022. فيعني في مجموعة من النقط بنحاول نساعد فيها للصناعة، لانه المهرجانات مش فقط
بروباجندا او سوء اعلان بفارغ من المحتوى. المهرجان لازم يساعد الصناعه في بلده. عارف لما قلت لي على موضوع 100 سنة توت عنخ آمون، أول حاجة جت على بالي إنه آن الأواني يتعمل وثائقي حول القصة الحقيقية لاكتشاف مقبرة توت عنخ آمون، لأنه يعني مش عاوز، هو ما هوش سر لأنه بدأ يتكتب فيه مؤخرا والحمد لله والشكر لله. مسألة مش متعلقة بعبقرية هوارد كارتر على الإطلاق، على الإطلاق دي واحدة من أكبر الأساطير اللي جت في أدمغة الناس للأسف الشديد وتم ضخها. بس يعني أتمنى في يوم من الأيام أن أنا أشوف فيلم وثائقي حول هذا الموضوع، القصة الحقيقية وراء اكتشاف مقبرة الفرعون الصغير. عايز أشكرك جدا 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 أستاذ سيد، نورتنا وشرفتنا. كل تمنياتنا المهرجان الأقصر بشكل عام بالنجاح، وبمشروع فاكتوري بشكل خاص الحقيقة بمنتهى النجاح. ومن نجاح إلى نجاح.